عرفتوا شكون اللي جاي عندي؟ قالوا لي يما اللي المكان ديالي باللي واحد البطل غادي يطلع عندي لهنا، ولكن انا راه ما كنحير لا في بطل لا في حتى شي حاجه. انا اللي جاي عندي هنا انا اللي كنتكلف به. بارك الله على السي القروش، لاباس عليك؟ صحة لاباس. مرحبا، راك عزيز والله الا عزيز، وبغيتك تدي معاك الساروت. ولا اني قبل ما تدي الساروت بغيت لك واحد الصخير الله يرحم لك الوالدين، بغيتك تجيب لي واحد جوج دراهم ديال السمن البلدي، ولا اني بجريه وحده تا تاخذ الساروت. تفهمنا؟ قال لك سيدي هذه الحجايه غادي نعاودها لك، وركز معايا مزيان. لبسوني نسا ورجال، انا والجلابه في الخاوه مثال، نتلبس في الفرح وفي الهم، ونجي حتى لباب الجامع ونهشم. كتلبس مع الجلابه؟ اه كل الحفلات. شنو هي بلا البلغه؟ اه البلغه. ما سمعتش مزيان. البلغه. باتي نفكر واحد شويه. هي هذيك شويه راك انت غادي تقص عليا يدي. الله يهديك واه. يلا زيني تهلا ليا فراسك. ولا اني غادي تجيب لي جوج دراهم ديال السمن. بيان سور. راه يداك العطار حتى هو شي 5000 مترو. صافي. انت واخد داك الشيء في 5000 غادي تجيب. هذه راه سابقه عباد الله، واش انا القروش غيمشي يجيب لي السمن البلدي بجريه وحده؟ هشام 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 كاولا مكا كاولا مكا كاولا مكا راه جابها جابها. عليك هذه ما يتسالك.